لاج ديالي 21 سنة، كنقرا في لافاك، كندير لا لونغ فرونسي من الصغر تقريبا، وانا كنهتم بهاد الآلة. في الأول بديت بآلات أخرين بحال اللوتار، البانجو، من بعد للرباب اللي لقيت فيها راحتي بزاف، وبديت تنتعمق فيها حتى اكتشفت بلي خصها تطور واحد شوية، ولمن لا نوصلوها للعالمية. داكشي علاش وليت ندير هاد السيل ديال لي كوفر اللي معروف في العالم كامل. هاد الرباب معروفة، هي فيها كوردة واحدة، هذا اللي تيميزها على الآلات الآخرين، كما كتعتبر هي أصعب، تقريبا من أصعب الآلات اللي كاينين في العالم. هاد الكورد كانوا كيديروا في من قبل، تيديروا في الديل ديال العود، دابا تيديروا غير في السبيب، هذا الجلد ديال الماعز. القوس حتى هو من الخشب، هاد الخشب هذا تيقولوا ليه آليلي بالشلحة. هذا الخشب كامل ديال القرقاع، غالبا آلة الرباب تتصوب من خشب ديال القرقاع. في الاول كاينه واحد الصعوبه، من بعد كتقدر انك كل صبع يعني كيلعب النوطه ديالو، كاين صبع اللي تيلعب الضو والري، كاين صبع اللي تيلعب يعني كل صبع كيلعب لي نوط ديالو، يعني كل واحد كاين اللي تيلعب ثلاثه نوطات، كاين اللي تيلعب جوج، كاين اللي تيلعب نوطه واحده. كاين تقريبا بزاف ديال الفنانه، ومن بينهم بوحسين فلان، صراحه عاوني بزاف، يعني ما عمرو بخل عليا بالنصائح ديالو. ضروري ضروري الواحد يقرا، ضروري. الموهبه تبقى غير موهبه، يعني انا صراحه من وجهه نظري ما عمرني غنتخلى على القرايه ديالي، على وديت الموسيقى بالعكس، حيت القرايه هي اللي غتوجهك وغتعلمك بزاف ديال الحوايج على الموسيقى، هي اللي غتوصلك وتعلمك بزاف ديال الحوايج، وعن طريقها غتوصل داكشي اللي بغيتي، خصوصا في الموسيقى. انا الوحيد اللي كاين دابا في العائله اللي تندير الموسيقى. صراحه في الاول يعني كتعرف الوالدين فاش تيشوفوا ولدهم باقي صغير وهذا تيتعطي الموسيقى، يعني الموسيقى كيف ما كتعرف يعني مجال كبير، ماشي فيها الخيب والزوين، يعني ضروري في الاول غيعترضوا، ولكن من بعد تقبلوا الفكره فاش تيشوفوا غادي مزيان، دونك تقبلوا الفكره. بارفوا كنشوفوا دابا غير الناس الكبار هما اللي تيعزفوا، خصوصا آلات الرباب، الجمبري، الآلات ديال الايقاع. كنشوفوا بزاف دابا كلشي تيطاطا، غير كلشي تيمشي غير الموسيقى المودرن، يعني الفيولون، جيتار، بيانو. ما كرهش انهم غير هما من بعدا يشوفوا واحد النظره شويه ويرجعوا للور شويه للموسيقى الامازيغيه العريقه. الوغ السر اللي خلاني نبغي هاد الاله اكثر من الاخرين، حيت الصراحه كنت كنعزف على الالات الاخرين، ولكن تعرفت بزاف بالات الرباب، وشحال ديال الحوايج وصلت ليهم عن طريق آلات الرباب. داكشي اللي خلاني نهتم بها بزاف. كنفكر ان شاء الله لما لا هاد الآلة حتى هي توصل للعالمية، يعني تولي بحال الجيتار، بحال الفيولون، يعني نشوفوها مع لي غران اوركستر، يعني من هنا لقدام. دونك لما لا حتى حنايا اوما بعدا نزيدو بشي حاجة لقدام، يعني من ناحية ديال الموسيقى ولا الثقافة الأمازيغية. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.